السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الطلبة والطالبات في هذه القناة التي سنتحدث إن شاء الله بحول الله تعالى في يعني أركان العقد، ونتحدث يعني خاصة ركن المحل. بعد ذلك نتناول تعريف ركن المحل، ثم بعد ذلك نتحدث عن شروطه. بالنسبة يعني تعريف يعني المحل، اختلف الفقهاء فيما إذا كان المحل ركنا في العقد أم ركنا في الالتزام، فقال بعضهم إن المحل ركن في الالتزام، غير أن أهمية المحل لا تظهر إلا في الالتزامات التعاقدية أو الإرادية. وقال البعض الآخر إن المحل ركن غير مباشر في العقد، ومهما يكون في شأن هذا الاختلاف فإن تمت فرقا بين محل العقد ومحل الالتزام. فمحل الالتزام هو الأداء الذي يلتزم به المدين لفائدة الدائن، وهو إما القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء. أما محل العقد فهو العملية القانونية التي يسعى المتعاقدان تحقيقها من الحق، أو هو إنشاء التزام أو أكثر يقع على عاتق المتعاقدين إذا كان العقد تبادليا. وعلى كلاهما إذا كان العقد غير تبادلي. ونحن إذن ندرس المحل الآن، فإن الذي يعنينا من هذه الدراسة هو محل الالتزام، لا محل العقد، تبعا لنهج القانون الالتزامات والعقود من وجهين. من وجهه الأول، لأنه جعل المحل ركنا في الالتزام، حينما نص في فصله الثاني منه من قانون الالتزامات والعقود على أن الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي فضلا عن التعبير الصحيح والأهلية والسبب المشروع، شيء محقق يصلح لأن يكون محلا يعني للالتزام. ومن وجه ثاني، لأن نفس القانون حين تنظيمه للمحل استعمل صراحة في الفرع الثالث من القسم الأول المتعلق بمصادر الالتزامات عبارة محل الالتزامات التعاقدية. إذن شروط المحل، فما هي شروط المحل؟ يشترط في المحل يعني الالتزام العقدي الشروط، وهي الوجود والمشروعية والإمكان والتعيين أو القابلية للتعيين. وندرس هذه الشروط تبعا فيما يلي. أولا، شرط الوجود في محل الالتزام. يشترط في محل الالتزام أن يكون موجودا وقت التعاقد، وإلا بطل العقد لعدم وجود المحل. ولا يعتبر اقتضاء شرط الوجود في محل يعني في المحل من قبيل الافتراض المحض، بل توجد فرضيات كثيرة يكون فيها الالتزام العقدي بدون محل. ومثاله من يلتزم في عقد بيع يتبين بعده أن الشيء يكون فيها التزام عقدي بدون محل، ومثاله من يلتزم في عقد بيع يتبين بعده أن الشيء المبيع قد هلك أو انقضى قبل التعاقد. ففي هذا المثال يتضح أن محل الالتزام غير موجود، فيترتب على عدم وجوده بطلان عقد البيع. إمكان ورود المحل على الشيء المستقبل. إذا كان يلزم في المحل أن يكون موجودا وقت التعاقد، فليس معناه أن لا يرد المحل على الشيء المستقبل، إذ أن هناك فرقا بين عدم وجود المحل مطلقا وعدم وجود أثناء وجوده أثناء التعاقد مع إمكانية وجوده في المستقبل. ففي الحالة الأولى يكون الالتزام باطلا، وفي الحالة الثانية يقع الالتزام صحيحا. ومن ثم يمكن أن يكون محل الالتزام شيئا سيوجد في المستقبل، وفي هذا المعنى نص الفصل 61 من قانون الالتزامات والعقود أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عاد الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون. ومن الأمثلة ذلك كثيرة التي يمكن سوقها
في هذا الخصوص بيع السلم وبيع العقار في طور الإنجاز. ففي شأن بيع السلم نص عليه الفصل 613 من القانون المذكور على أن يعني السلم عقد بمقتضاه يجعل أحد المتعاقدين مبلغا محددا، هو عقد بمقتضاه يجعل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد آخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه. وترجع فكرة بيع السلم إلى الفقه الإسلامي وعلى الخصوص فقه مذهب الإمام مالك، فقد عرض ابن رشد بالتفصيل في بداية المجتهد ونهاية المقتصد الأحكام السلم من حيث محله وشروطه واختلاف المتبايعين في السلم وغيرها من الأحكام. أما في شأن بيع العقار في طور الإنجاز فقد نص عليه الفصل 618 الفقرة الأولى على أنه يعتبر بيعا للعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقارا داخل أجل محدد، كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال. وينبغي أن تفسر عبارة الأشياء المستقبلة الواردة في الفصل 61 المذكور يعني المذكور في قانون الالتزامات والعقود تفسيرا واسعا تتسع معه العبارة للأشياء المادية والغير المادية مثل الحقوق، ومن ثم يجوز أن يرد المحل على حقوق مستقبلة قد تكون غير موجودة أثناء التعاقد، كالكاتب يبيع إلى الناشر حقوقه على كتاب يؤلفه في المستقبل، أو احتمالية كالموعود له في الوعد بالبيع يعلن عن رغبته في الاستفادة من الحق الموعود به فيتحقق وجود بعد أن كان محتمل الوجود. ثانيا، منع التعامل في الشيء المستقبل. وإذا كان المبدأ أن المحل يجوز أن يرد على الشيء المستقبل فإن المشرع قد يتدخل ليمنع التعامل في الأشياء المستقبلة، فمن الأمثلة ذلك كثير على أن منع التعامل في الأشياء المستقبلة ما نصت عليه المادة 277 مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها يقع باطلا هبة المال المستقبل. ومن الأمثلة أيضا على منع التعامل في التركة المستقبلة ما نصت عليه المادة 154 من مدونة الحقوق العينية من نفس المدونة التي جاء فيها لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا. ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 61 المذكور والتي جاء فيها ما يلي: ومع ذلك يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة ولا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه، وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا. ويرد أصل هذا المنع في القانون الروماني الذي كان يعد التعامل المستقبل في التركة مخالفا للنظام العام والأداب، لعلة أن الذي يتعامل في تركة إنسان حي إنما يستعجل موته لثبوت مصلحته في موته، ولكن القانون الروماني إذا كان قد قضى بالمنع فإنما يكون قد رعى مصلحة المورد دون مصلحة الوارد، فجاز وقتئذ أن يتم التعامل في التركة إذا رضي به المورد، على خلاف التشريعات المدنية الحديثة التي راعت في المنع مصلحة المورد ومصلحة الوارد معا، إذ أن منع التعامل في تركة إنسان وهو على قيد الحياة رعيت فيه مصلحة الوارث وذلك بحمايته مما قد يتهدده من شجع المضاربين وحيل الكائدين. ويبقى أن نشير إلى أن التصرف في تركة يعني مستقبلة أو في شيء مستقبل رغم وجود المنع القانوني يقع باطلا بطلانا مطلقا، هو ما أشارت إليه النصوص السابقة المتعلقة بالتصرف في تركة إنسان على قيد الحياة الفصل 61 من قانون الالتزامات والعقود. وبهبة المال المستقبل المادة 277 من مدونة الحقوق العينية، وبرهن الأملاك المستقبلة المادة 154 من مدونة الحقوق العينية. ثانيا، شرط المشروعية في محل الالتزام. تناول هذا الشرط
الفصل 57 من قانون التزامات العقود الذي جاء فيه الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها، وتتحقق مشروعية المحل بدخوله دائرة التعامل، ويعتبر محل الالتزام خارجا عن دائرة التعامل إذا كان مخالفا للقانون وللنظام العام والأدب العامة، مع أن النظام العام والأدب لم يذكرهما النص إلى جانب القانون، فإن مرجعهما في نهاية الأمر إلى القانون لعلة أن القانون نفسه يكون مبنيا على اعتبارات تتعلق بالنظام العام والأدب. وقد حصر النص محل الالتزام في الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية، فهذه تصلح وحدها دون غيرها أن تشكل محلا للالتزام، وبالتالي يجري التعامل عليها ما لم يوجد نص في القانون يقضي بمنع هذا التعامل، وإذا لم يوجد هذا النص أو ما في حكمه فإنه يتم الرجوع إلى القاعدة التي تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة. ومن النصوص في قانون الالتزامات والعقود التي تقضي بمنع التعامل في الأشياء الفصل 484 الذي ينص على أنه يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم، مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة التجار فيها كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة. وعليه فالشيء عموما يخرج عن دائرة التعامل إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون. أولا، خروج الشيء عن دائرة التعامل بحسب طبيعته، فالشيء يخرج بطبيعته عن دائرة التعامل إذا كانت طبيعته ذاتها تجعل التعامل فيه أمرا مستعصيا على الرغم من إمكان انتفاع كافة الناس به، أو كما عرفتها المذكرة التوضيحية للقانون المدني المصري بأنها هي التي يمكن أن ينتفع بها كل الناس بغير أن يحول انتفاع بعضهم دون انتفاع البعض الآخر كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس إلى آخره. ولذلك عرفها المشروع بالأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. ثانيا، خروج الشيء عن دائرة التعامل بحكم القانون، ويتحقق هذا الفرض في صورتين. إذن الصورة الأولى، إذا رعى القانون الغرض الذي خصص لأجله الشيء فقد يكون غرضا عاما يجعل الشيء خارجا عن دائرة التعامل فيه، وبالتالي منع التصرفات بشأنه كمنع التعامل في الأملاك العامة، وقد يكون غرضا خيريا كمنع بعض التصرفات في الأملاك الحبسية. ثانيا، أو الصورة الثانية، إذا رعى القانون صفة التحريم في بعض الأشياء كالمخدرات وكل ذلك ما لم يقضي القانون بخلافه، حيث يجوز دخول الشيء دائرة التعامل على سبيل الاستثناء بعد أن كان ممن يخرج منها. ثالثا، خروج الشيء عن دائرة التعامل لمخالفته للنظام العام والأدب. تجمع القوانين في مختلف المجتمعات على اعتبار النظام العام والأدب العامة أساسيان متبينين ترتكز عليهما المعاملات بين الأفراد، حيث تستبغ هذه المعاملات بصبغة المشروعية طالما أنها تتقيد بأحكام النظام العام والأدب، وبصبغة عدم المشروعية إذ خالفت هذه الأحكام. غير أن المفهوم الذي يعطي لهذين المبدأين النظام العام والأدب العامة هو مفهوم مرن يتغير بتغيير المكان والزمان ويتطور داخلهما، فما يعتبر من نظام العام في مكان أو بلد معين قد لا يعتبر كذلك في مكان أو بلد آخر. فعقود التأمين على الحياة وزرع الأعضاء والقروض وغيرها هي تصرفات مخالفة النظام العام والأدب العامة في التشريعات بعض الدول، ولكنها لا تعد كذلك في التشريعات بعض الدول الأخرى، مع أن التشريعات التي أباحت هذه التصرفات أخضعتها لتفصيلات وكذلك ما يعتبر من النظام العام في زمان أو مرحلة زمنية معينة قد لا يعتبر كذلك في زمان أو مرحلة أخرى. فالاستعباد أو الرق كان مشروعا إلى عهد متراخ ولكنه لم يعد كذلك الآن. وفي جميع هذه الأحوال فإنه يلزم في محل الالتزام أن يكون مشروعا، وإلا وقع الالتزام باطلا
وأبطل معه العقد الذي يحمله. ومن الأمثلة الجامعة لعدم مشروعية المحل التي يترتب فيها البطلان ما تم التنصيص عليه في الفصل 729 من أنه يبطل كل اتفاق يكون موضوعه المحل. تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو للنظام العام. ثالثا، شرط الإمكان في محل الالتزام. جاء في الفصل 59 من قانون التزامات العقود ما يلي: يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون، وهكذا يتبين من النص أعلاه أن الأشياء والأعمال المستحيلة لا تصلح أن تكون محلا للالتزام تحت طائلة البطلان. والاستحالة إما مطلقة وإما نسبية، فالاستحالة النسبية تجعل الالتزام مستحيل التنفيذ على المتعاقد المدين فقط مع إمكان تنفيذه من القادر عليه، وعلى هذا تكون الاستحالة النسبية حالة شخصية أي عجز تقوم بشخص المدين ذاته فتجعله غير قادر على تنفيذ الالتزام. ومثالها من التزم بعمل لا يتوفر على المهارات اللازمة للقيام به، كمن يلتزم بإنجاز مخطط هندسي وهو يعدم المؤهل للقيام بذلك، أو من لم يلتزم برسم لوحة فنية يدعى بعد التزامه أن الإلهام الفني قد فارقه. والاستحالة النسبية هذه ليست هي المقصودة بحكم الفصل 59 المذكور، وبالتالي لا يترتب عليها البطلان. أما الاستحالة المطلقة وهي التي يقصدها الفصل 59 فهي سبب يقوم لا بالشخص المدين كما تبين في الاستحالة النسبية، ولكن يقوم بالالتزام ذاته فيجعله مستحيل التنفيذ على كافة الأشخاص، فهي لذلك سبب موضوعي على خلاف كونها سببا شخصيا في الاستحالة النسبية. والاستحالة المطلقة إما استحالة طبيعية أو استحالة قانونية تعود إلى استحالة المحل بموجب نص القانون. وهذا التقسيم هو ما عبر عنه الفصل 59 بعبارة بحسب طبيعته أو بحكم القانون. وتكون الاستحالة طبيعية إذا كان محل الالتزام مستحيلا من حيث طبيعته، ومثاله من يلتزم بالقيام بعمل قام به فعلا أو يتعاقد على شيء لن تناله يد بشر أو يعبر المحيط سباحة، وما كان للبشر أن يفعل ذلك لمحدودية قدراته، وغيرها مما يكون عمله مستحيلا بالنسبة لكل الأشخاص. أما الاستحالة القانونية فتتحقق إذا وجد نص في القانون يجعل التعامل في بعض الأشياء والأعمال مستحيلا. ومن الأمثلة على ذلك أن يلتزم محامي برفع الطعن بالاستئناف أو بالنقد في دعوى يكون أجل الاستئناف أو النقد فيها قد انقضى، ومنها أيضا أن يتعاقد بعضهم على بعض المؤلفات المحظورة. وخلاصة الحديث أن الشيء أو العمل إذا كان مستحيلا بحسب طبيعته أو بحكم القانون فإنه لا يصلح أن محل الالتزام، وكل مخالفة لهذا الحكم يترتب عليه جزاء البطلان. وقد وضع الفصل 60 من قانون التزامات العقود أحكاما تفصيلية تتصل باستحالة محل الالتزام، نرى أن نعرض لها فيما يلي: يترتب على استحالة محل الالتزام نشوء التزام بالتعويض على عاتق المتعاقد الذي كان يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم باستحالة محل الالتزام وفي وقت إبرام العقد. ومثاله المحامي يتعهد برفع الطعن بالنقد خارج الأجل يكون عند التزامه عالما، أو على الأقل يتعين عليه وهو الخبير بالشؤون القانونية أن يعلم باستحالة الطعن بالنقد خارج الأجل، ويسقط الحق في التعويض الممنوح للمتعاقد المتضرر إذا كان هو الآخر يعلم أو يتعين عليه أن يعلم باستحالة محل الالتزام. ففي المثال السابق
لو أن من تعهد له المحامي برفع الطعن كان من رجال القانون أيضا لسقط حقه في مطالبة المحامي بالتعويض، لأنه إما كان يعلم أو على الأقل وجب عليه بهذه الصفة أن يعلم باستحالة الالتزام. ويلزم التنويه أخيرا إلى أنه يلزم في الاستحالة المطلقة التي تترتب بطلان الالتزام وبالتالي تمنع من قيام العقد أن تحدث وقت إبرام العقد، أما الاستحالة التي تنشأ بعد إبرامه فتعتبر سببا لانقضاء الالتزام بالنسبة للمدين مع حفظ حق الدائن في التعويض إذا كان المدين هو من تسبب في الاستحالة. ثانيا شرط التعيين أو القابلية للتعيين في محل الالتزام، هذا الشرط ذكر في الفصل 58 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي جاء فيه الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه، ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابل للتحديد فيما بعد. وبناء على هذا النص عليه يلزم التمييز في التعيين المحل أو قابليته للتعيين بين صور متعددة. إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فإنه يلزم أن يعين تعيينا دقيقا، وهذا هو التعيين، أو على الأقل أن يتضمن العقد من العناصر ما يتحدد به التعيين في المستقبل، وهذا هو القابلية للتعيين. فمثالا في عقد الوكالة يجب تعيين عمل الوكيل بدقة، وفي عقد المقاولة أيضا يلزم تعيين عمل المقاول بدقة أو المهندس كذلك. وفي الالتزام بعدم المنافسة يلزم تعيين العمل المحظور على المدين إتيانه. وفي عقود الفنانين يلزم أن يتحدد العمل الفني أو الدور المقوم به. ومن وجهة قابلية المحل للتعيين قد يتفق المتعاقدان في عقد المقاولة مثالا على أن يقوم المقاول ببناء مستشفى تتحدد سعته بعدد معين من الأسرة، أو مخزن تتحدد سعته للقدر معين من القطاني. إذا كان محل الالتزام شيئا لا يخلو الأمر في تعيين محل الالتزام، إما أن يكون شيئا قيميا أو يكون شيئا مثليا. فالأشياء القيمية هي التي ليست لها قيمة سوقية مقابلة، أو هي التي يغلب أن تتفاوت أحدها تفاوتا لا يعتد به، فلا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء. وبهذا المعنى يلزم في الأشياء القيمية إذن أن تعين تعيينا ذاتيا نافيا للجهالة بذكر مواصفاتها التي تميزها عن غيرها. فإن كان الشيء قطعة من أرض وجب ذكر مساحتها ومحدودها وموقعها، وإن كان منزلا وجب تحديد موقعه ومشتملاته وأوصافه وحدوده، وإذا كان دابة وجب تعيينها بذكر ما يلزم لتمييزها عن غيرها، وإن كان سيارة تدخل في عدد القيميات لزم تحديد سنة صنعها وعلامتها وقوة محركها وسعتها. أما الأشياء المثلية فهي التي يوجد لها مقابل في سوق المثليات، أو هي التي يغلب ألا تتفاوت أحدها تفاوتا يعتد به، فيقوم بعضها مقام بعض الآخر بالوفاء تبعا للقدر الذي تحددت به وقت الالتزام من غير زيادة أو نقصان. وهذه الأشياء يلزم أن يتم تعيينها تعيينا بالنوع والمقدار، كأن يتعلق الأمر بمادة القهوة مثالا، فهذه تعيين بذكر نوعها ومقدارها، كأن يقال 3 أطنان من القهوة، أو أن يتعلق الأمر بالقمح كأن يقال 20 قنطارا من القمح الهندي وهكذا. وقد لا يحدد إلا نوع الشيء من غير تحديد جودته، وفي هذه الحال يكتفى بالنوع الوسط طبقا للأحكام الفصل 244
من قانون التزامات العقود الذي جاء فيه: إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن النوع، كما لا يمكنه أن يعطيه من أرضئه، من أرضئه يعني بمعنى أن يكون رديء. وإذا كان محل الالتزام نقودا، إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب تعيينه بنوعه ومقداره، كأن يقال في تحديد ثمن البيع مثلا 40,000 درهم أو 10,000 ريال أو 50,000 فرانك أو 10,000 دولار إلى آخره، ولا يتقيد المدين إلا بقبول العملة المحددة بالالتزام قدرا ونوعا بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر العملة في سوق العملات. ولكن قد يحصل أن يلتزم المدين بالوفاء بعملة جارية في دول مختلفة دون تحديد للدولة الجارية بها هذه العملية، هذه العملة كالدرهم والدولار والريال، فكيف يفضل في المسألة؟ ميز الفصل 247 من قانون التزامات العقود في حل هذه المسألة بين فرضيتين: فرضية العقد الغير التبادلي وفرضية العقد التبادلي. ففي الفرضية الأولى تبرئ ذمة المدين من الالتزام بدفع النقود الأقل قيمة حينما يكون اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة. أما في الفرضية الثانية فيلتزم المدين بالوفاء بالعملة الأكثر استعمالا كالدولار والفرانك والأورو، وعند تساوي في القيمة وجب إبطال